ينضم إلينا من تونس العاصمة السيد عبد الحميد مصباح الخبير القانوني والمحلل السياسي، وأيضا معنا من تونس السيد بالحسن اليحياوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بكما أستاذ عبد الحميد. أبدأ معك وبالتساؤل الذي انتهت به مراسلتنا في تقريرها مع قرب انتهاء فترة تجميد البرلمان، هل سيذهب الرئيس إلى تجديد هذا التجميد أم إلى خيارات أخرى؟ أين نقف الآن؟ من اليقين حتى ننسب الأمور ولا نكون قاطعين على الاستقراء المستقبل، من شبه اليقين أن الفترة ستتمدد بالنظر إلى أن النص الدستوري لا يقصر الأجل في شهر واحد. أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 80 هو الأجل الأدنى، ولم يحدد النص أي أجل أقصى لهذه الإجراءات الاستثنائية. إذن المؤشرات في وجهها القانوني وفي وجهها السياسي قاطعة في أن رئيس الجمهورية سيلجأ إلى التمديد. ولكن ألم نعرف وقت وقوع هذا القرار الرئاسي بأن فترة التجميد فترة شهر قابلة للتجديد بحكم وجود محكمة دستورية، وفي تونس لا توجد محكمة دستورية، هل يمتلك الرئيس هذه الصلاحية للتجديد؟ الرئيس يمتلك صلاحية التجديد، وهو كذلك النص الفصل 80 يمنحه صلاحية التجديد ولا يقصر على مدة معينة. الإشكال سيطرح حين العودة إلى الإجراءات العادية، أي حين عودة البرلمان إلى الاشتغال وحين تجاوز التدابير الاستثنائية. الفقرة الثانية قاطعة في وجوب أن يكون ذلك حتما وقطعا عبر المحكمة الدستورية التي ستبت في زوال الأسباب الاستثنائية من عدمها، وهذا هو الإشكال القانوني والسياسي العميق ربما. إذن الإشكال ليس في النص الممكن من التمديد، هذا متاح وممكن، ولكن الإشكال في النص الذي يتيح العودة إلى التدابير العادية، أي تجاوز التدابير الاستثنائية. هل المشكلة أستاذ اليحياوي بعد الترحيب بك من جديد بالناحية القانونية لعودة البرلمان أم بالإرادة السياسية الإرادة الشعبية؟ المؤشرات ماذا تقول على الأرض؟ المؤشرات الحقيقية يعني واضحة منذ البداية أنه لا عودة لهذا البرلمان على الأقل بشكله الحالي، وذلك بالعودة إلى عدة أسباب. السبب الأساسي هو أن هذا البرلمان ساقط قانونا بحكم يعني دائرة المحاسبات التي أثبتت أن الكثير من الأحزاب والكثير من القائمات التي نالت أماكنها في البرلمان إنما استعملت طرق غير قانونية وطرق غير سليمة للوصول إلى هذا البرلمان، وبالتالي إنفاذ هذا التقرير أو البت في هذا التقرير أو تحويل هذا التقرير إلى محاكمة وإصدار الحكم سوف يعني سقوط جزء كبير من البرلمان يمكن أن يطال حتى أكثر من نصفه، هذا على المستوى القانوني وحتى ما قبل إجراءات 25 جويلية إذا أردنا. الآن على المستوى الشعبي، جل الشعب التونسي وآخر سبر الآراء يثبت ذلك، لا يريد نهائيا عودة هذا البرلمان، بل إلى جانب الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذها في حق البرلمان وفي حق غير البرلمان. المطالبة بإسقاط البرلمان هي مطلب شعبي رفعتها جماهير من المتظاهرين، جزء كبير من الشعب التونسي كان هذا مطلبه الأساسي. إذا عدنا إلى الأداء الذي قدمه هذا البرلمان قبل 25 جويلية سوف يعفينا كل هذا من كل التفسيرات والتبريرات التي يمكن أن نقدمها، لأنه رأينا كل أشكال العبث وكل أشكال يعني السقوط خلال هذا البرلمان في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى التداول أو مستوى العمل السياسي والعمل النيابي أو على مستوى القوانين والتشريعات التي مررها هذا البرلمان خدمة لبعض اللوبيات السياسية واللوبيات المالية أيضا. وبالتالي في المحصلة يمكن أن نقول وقطعيا أنه لا عودة للبرلمان على الأقل في شكله الذي عهدناه قبل 25 جويلية. طيب أستاذ اليحياوي، الآن في هذه الفترة، في فترة تجميد البرلمان وفي حالة الانسداد السياسي، عدم الرغبة الشعبية بعودة البرلمان، أيضا تبرز أصوات تنادي بتعديل الدستور للخلاص من حالة التكلس السياسي في تونس، هل هذه الإمكانية موجودة مطروحة إن كان تعديلا كليا أو جزئيا؟
نعم، هو من المؤكد أن تعديل الدستور أو يمكن حتى المرور إلى مرحلة تأسيسية جديدة يكتب من خلالها الدستور. والآن الاختلاف من الذي سيكتب الدستور، هل يكون التقنيين، هل يكون خبراء إلى غير ذلك. المسألة الأساسية مرتبطة بأن الرئيس قيس سعيد عندما قدم إلى قصر قرطاج وعندما انتخب من طرف تقريبا 70% أو أكثر من المصوتين، كان يحمل مشروعا سياسيا. هذا المشروع مناقض أو مغاير على الأقل للنظام السياسي القائم منذ 2014. يملك الرئيس مشروعه السياسي الخاص به، ويملك يعني قائم على نظرة للديمقراطية المحلية وعلى بناء الديمقراطية من الأطراف إلى المركز وليس العكس. وبالتالي من المؤكد أننا سوف نكون أمام نظام سياسي جديد. من المؤكد أنه يمكننا الحديث عن جمهورية ثالثة. هذه الجمهورية الثالثة تحتاج إلى دستورها الخاص بها الذي ينظم النظام السياسي أو يحدد النظام السياسي، وأيضا يحدد النظام الانتخابي. لأنه لا يجب أن ننسى أن كل ما حدث في هذه العشرية الأخيرة عائد أساسا إلى النظام الانتخابي القائم على التصويت على القائمات، والذي أفرز مجاهيل وعديم الكفاءة إلى سدة صنع القرار السياسي في البرلمان، وهو ما أدى إلى ذلك الانحدار المخيف والمحبط للآمال، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وأخيرا على المستوى الصحي. وبالتالي هذا من المؤكد أننا سوف نغير هذا النظام السياسي، ونغير أو في أسوأ الحالات ليسأل عن الناحية القانونية جوهريا وكبيرا الدستور. نعم، لأسأل عن الناحية القانونية لإمكانية حدوث هذا التعديل للأستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد، الفصل 143 من الدستور التونسي يتيح للثلث أعضاء البرلمان أو لرئيس الجمهورية الدعوة لتعديل الدستور، ولكن في هذا الوضع الذي نحن فيه في الحالة الاستثنائية وقرارات الرئيس الاستثنائية الأخيرة، هل يمكن الركون إلى الدستور في الاستناد عليه في مطالب أو رغبة تعديل الدستور؟ لرئيس الجمهورية خيار من خيارين، إما أن يعدل الدستور من داخل المنظومة الحالية، بمعنى أن يتوسل أو أن يتوسط الوسائط القانونية والدستورية الحالية بأن يكون ذلك عبر مجلس النواب الحالي بأغلبية المشترطة قانونا، وذاك ما يصطدم بالكثير من العوائق القانونية والعوائق السياسية، لعل أهمها وأبسطها عودة البرلمان إلى الانعقاد، وهي خطوة أعتقد أن الرئيس قيس سعيد لن يجنح إليها أو لن يعيدها، لأنه إن فعل ذلك سيكون أمام غضب شعبي قد يعصف بما تحقق له. لذلك لن يتبقى له إلا الخيار الثاني، وهو ما قد نسميه الجراحة السياسية، بمعنى أن يتولى تغيير الدستور أو تغيير النظام السياسي القائم من خارج المنظومة الحالية عبر آليات قانونية بديلة. وهذه الآلية القانونية البديلة لا أعتقد أنها ستخرج عن الاستفتاء. بقي أن الخلاف سيظل في شكليات هذا الاستفتاء، في إجراءات هذا الاستفتاء، في المراحل التي يستند إليها لتحقيق هذه الغاية الاستفتائية عفوا، إن كان سينطلق من مشروع دستور يقع عرضه على الاستفتاء، أو أن يقع عرض فكرة تعديل الدستور على الاستفتاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى البرنامج السياسي والذي تحدث عنه ضيفكم الكريم منذ حين، وهو أن لرئيس الجمهورية برنامج سياسي وفهم سياسي مختلف عن الأنظمة السياسية التقليدية، بما هي سلطة ثلاث وبما هي الصيغة التقليدية المعروفة. بالنسبة إلى النظام السياسي في وجهه الرئاسي، هناك حالة شبه إجماع، أو قد يحظى بموافقة غالبية الفاعلين في الساحة السياسية، ولكن أعتقد أنه قد يصطدم بمعارضات سياسية قد ترتقي إلى درجة العمق إذا ما تم الاستفتاء في تغيير المنظومة ككل، أي بتغيير المنظومة الحزبية والمنظومة البرلمانية. أستاذ بالحسن يحياوي، حتى حينما كان الرئيس قيس سعيد في فترة الدعاية الانتخابية وبعد الوصول إلى قصر قرطاج، كان دائما يشكل على النظام السياسي، النظام البرلماني، بأنه فاسد غير ملائم لتونس ويحتاج إلى تعديل، ويطمح عينه على النظام الرئاسي.
ولكن خلال 10 سنوات يتغير النظام من نظام جمهوري رئاسي إلى برلماني تعددي، ومن ثم يعود إلى النظام الرئاسي. ألا يربك ذلك التونسيين بعض الشيء، حتى وإن كانت التحليلات والتوقعات ترى بأنه الخيار الأفضل؟ هو على المستوى النظري، على المستوى النظري أن خيار النظام السياسي الذي اتخذ في العشرية الأخيرة، هذا النظام الهجين المشترك بين البرلماني والرئاسي، أثبت فشله وأثبت عقمه، ولم يتمكن من إنفاذ على الأقل مطالبات الشعب التونسي خلال 2011. ولكن أيضا من المؤكد أن هذا النظام السياسي لم يقع تطبيقه كما هو، لم يقع الالتزام به كما نص عليه الدستور، وإنما دائما كانت ثمة التفافات وثمة خروقات، ويمكن تسمية بعض هذه الخروقات بالخروقات الجسيمة للدستور. وقع القفز على هذا الدستور في أكثر من مناسبة، مرة بعنوان التوافقات، ومرة بعنوان الوحدة الوطنية، ومرة بعناوين شتى وقع الالتفاف على هذا النظام السياسي. نعم، من المؤكد أنه النظرة السطحية والنظرة البسيطة لجل الجماهير التونسية ترى أن النظام الرئاسي أي ما قبل 2011 هو الأفضل بناء على ما وقع مشاهدته ومعاينته في العشرية الأخيرة. ولكن هل أننا في حاجة فعلا إلى نظام رئاسي حتى يمكن أن نبني هذه الديمقراطية الوليدة، أو أن النظام البرلماني أيضا يمكن أن يكون طريقا لبناء الدولة وبناء النظام السياسي وبناء الديمقراطية وغير ذلك؟ من المؤكد أن هذا النظام الهجين هو أحد أهم أسباب الفشل، بالإضافة وأعود وأكرر إلى النظام الانتخابي. هذا النظام الانتخابي وتصويت على القائمات وما غير إلى ذلك أفرز نخبة سياسية سيئة جدا على مستوى الأداء، وأيضا حتى على مستوى الأخلاق السياسية أو حتى على الأخلاق العامة. والمشكلة الأساسية في تصوري تتعلق بالنظام الانتخابي أكثر مما تتعلق بالنظام السياسي. دكتور عبد الحميد، هنا فكرة تغيير النظام السياسي، إلى أي مدى من الناحية الواقعية هي ملائمة لتونس في ظل هذه الأوضاع، بعيدا عن الجانب العاطفي أو الانفعالي أو حتى محاولة الانتقام من شكل النظام السياسي لأنه أوصل التونسيين إلى هذه المرحلة؟ هل هو خيار أفضل بالفعل؟ هو من البديهيات المعلومة لدى الجميع أنه ليس هناك نظام سياسي خال من الهنات وخال من الإشكاليات التي ستطرح حين التطبيق. حتى صحيح. النظام الرئاسي ليس خيرا كله، وهذا معلوم، والتونسيون قد ربما ذاقوا الأمرين من النظام الرئاسي الذي قد يتحول بالتطبيق إلى نظام رئاسوي. ولكن أيضا من البديهيات أيضا في العلوم السياسية أن تحديد النظام السياسي لشعب ما أو لأمة ما تخضع لجملة من الضوابط الثقافية والحضارية والعقائدية وحتى المناخية أحيانا، بالنظر إلى أن الاختيار يكون طبقا للواقع الموجود آنيا. وأيضا هناك ما قد نسميه بالاختيارات المبنية على الانفعالية، فالتونسيون عندما انصرفوا إلى النظام البرلماني في 2011 كان ذلك في وجه من وجوه كرد فعل عما ذاقوه من النظام الرئاسي أو الرئاسوي، وأعتقد أن خيارهم اليوم بالعودة إلى النظام الرئاسي في وجه منه هو رد فعل على ما ذاقوه من النظام البرلماني أو من النظام الهجين الذي كان سنة 2011. ولكن بالمحصلة فإن الطبيعة الشرقية، وهذا ربما علماء السوسيولوجيا وعلماء الأنثروبولوجيا أدرى به، ولكنهم يشيرون إليه أن الطبيعة الشرقية أميل إلى الحكم المبني على الفرد أكثر من ميلها على الحكم المبني على المؤسسات، لأن الحكم المبني على المؤسسات يتطلب ثقافة مؤسساتية، ويتطلب ديمومة ممارسة العمل المؤسساتي، وهو ما لم يحضر حتى بالنسبة إلى التونسيين، بالنظر إلى أن ربما نظرتهم إلى الشأن السياسي وتفاعلهم مع الشأن السياسي وإن كان عريقا مقارنة بغيرهم وربما، ولكنه يبقى مقارنة بالأمم العريقة في المجال الديمقراطي محدود. بالمحصلة فإنه لا يمكن أن نطمئن إلى نظام معين، كل نظام له إيجابياته وسلبياته، ولكن الأنسب هو اختيار النظام الأنجح
والأنسب مع إحاطته بجملة من الضمانات القانونية والواقعية. شكرا. لعدم الزيغ به إلى غير مبتغى. من تونس السيد عبد الحميد مصباح الخبير القانوني والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وشكرا أيضا إلى ضيفنا من تونس السيد بالحسن اليحياوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.